تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه ده قصير مكير، ما فيهوش لت كتير ولكن فيه ضحك كتير. بعد ما مرتضى منصور طلع علينا وقال، طبعا قعد يشتم جماهير نادي الزمالك ويسب لهم ويقول لهم ابوكم وامكم اللي خلفوكم، احنا ملناش دعوه بالكلام ده، ولكن قال ان امير مرتضى كان ظابط. وبص هات صورته كده يا خالد يا غندور، بص كده ده شبه عمر الشريف. وانطلقت الكوميديا والسخرية من مرتضى منصور بعد ما قال ان امير شبه عمر الشريف، حتى كرر نفس المقولة خالد الغندور قبل ما يقولها مرتضى منصور، قال ان امير شبه عمر الشريف الممثل او الفنان الاهلاوي الجميل الله يرحمه. شبانة ما صدق، شبانة صحفي محنك، صحفي زملكاوي ولكن كياد. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف تناول الامر ازاي وجاب الصورتين و طيب ما تيجي نشوف هو قال ايه. بس عبد لما حضرتك تشوف الفيديو تدعمنا بلايك وشير، اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتك قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه اللي مشتركين بالفعل في القناه اتاكد بس ان انت فعل زر الجرس ومختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف شبانه قال ايه ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. اتهم امير مرتضى انه ما جابش صفقات كويسه السنه دي وكذا وكذا وكذا، وانه وفي بعض الناس في الجمهور شكك في امير مرتضى ان هو كان زمان ظابط وبتاع. خلينا نقول الاول في قصه الصفقات. فرئيس نادي الزمالك اعتذر عن لفظ الامهات اللي قالوا على الجمهور امبارح وفق اللي بتقوله المواقع اهو، ولما الجمهور اتكلم عن امير جاب تاني سيره الامهات. يعني نشوف موقع كل الكوره على لسان رئيس نادي الزمالك بقى امير ابني بيجيب صفقات تعبانه ومضروبه، دي امك هي اللي تعبانه. الله والله مش فاهم صحيح. يعني حصل اعتذار لانه سيره الام جت اول امبارح، فبعد الاعتذار تيجي سيره امير ونقعد تهم بصفقات مضروبه بعيد عن انه بقى الاتهام صح او غلط. يعني دي امك هي اللي تعبانه. ولما شككوا فأمير ان هو كان ضابط شرطه، والحقيقه كان ضابط شرطه فعلا يعني، فالحقيقه الراجل نزلوا له صوره وقال لك موقع كل الكوره نقلا عن رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر قناه الزمالك، ده الضابط امير مرتضى الاستقال شبه عمر الشريف، اهو شبه عمر الشريف. والله انا قعدت ادقق كده في الشكل قلت والله ممكن يبقى شبه عمر الشريف فعلا. بصوا الصورة اللي نزلت امبارح ليها على قناة الزمالك والتصريح كده نقله موقع كل الكورة يعني. فقلت اجيب صورة لعمر الشريف، وروني كده عمر الشريف يا جماعة. ده عمر الشريف. الله يرحمك يا عمر. الله يرحمك يا عمر. ده انت شبه امير فعلا. طب بص شبه بعض صح؟ شبه بعض؟ طب ما في صور لنا عمر الشريف هو ظابط؟ طب ده عمر الشريف هو ظابط؟ ده بجد شبه ده توأم. ده انا الامير ممكن يمثل على فكره. عموما مفيش مشكله يعني. لكن كل الكلام ده خلاص يعني مفيش مشكله. يعني حاجه كده ايه؟ يعني فعلا نادي الزمالك هو نادي الضحك الحقيقي بجد. الضحك كله بيطلع من نادي الزمالك ومن تصريحات رئيسه والعاملين في نادي الزمالك والعاملين في القناه واللعيبه الى اخره. الضحك كله تلخص في ان مرتضى طلع وقال ان امير عامل زي او شبه عمر الشريف. فشبانه جاب الصورتين زي ما حضراتكم شفتوا وقارن ده ما بين ده، فعلا دول توأم، دول شبه بعض قوي بسخريه. ده ممكن امير يروح يمثل. طبعا اسقاطات يعني كتيره قالها شبانه، ولكن اتكلم في البدايه على ان مرتضى منصور اعتذر لجماهير نادي الزمالك امبارح، طلع النهارده يقول انت بتقول ان امير بيجيب صفقات فاشله، ضمك اللي فاشله.
برضه امك. انا مش عارف لسانه ده واخد ليه على الشتيمه يا عم. ما اختلف مع الناس بحب وباحترام، ليه ده تقول له امك وده ليه ده تقول له ابوك وتشكك في ده وتقلل من ده؟ ما تعامل الناس باحترام. هو انت عمرك ما تعامل حد باحترام؟ ليه 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 ليه؟ ايه السبب ان انت مش عايز تعلم تعامل الناس باحترام؟ الناس المحترمه عاملها باحترام، قله الادب عاملها بقله ادب، لكن جماهيرك بتشتم جماهيرك؟ جماهيرك اللي بتشكك فيك بتشتمها؟ لا رد اقول انا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه بس. قول امير شبه عمر الشريف، شبه انور وجدي. حتى مره والله العظيم حتى انا نزلتها لكم عندكم في المنتدى، مره خالد الغندور بيقول على فكره امير مرتضى شبه انور وجدي، وجبنا الصورتين وقلت لكم على فكره عشان ما تلخبطوش انور وجدي اللي على الشمال، عشان ما تلخبطوش بينهم ما بين الاثنين. اي هبل، هم بيعرفوا يربطوا الحمار مطرح ما يقص صح، بيعملوا كده الاعلاميين في نادي الزمالك زي ما مرتضى عايز هم بيعملوا له، وعارفين ان ده عبط وعارفين ان هم بيضحكوا عليه، بس هم بياكلهاشهم كده. لو حد قال حاجه تانيه مرتضى هيمشيه. ده لو قال مرتضى منصور امير شبه ليلى علوي هيقولوا له اه ده شبه، ده نسخه بالكربون من ليلى علوي. هو كده. فالفيديو بتاعنا بيبين لك قد ايه ان الزمالك ده ماده للضحك وللسيكابيكا زي ما بيقولوا. فشبان عمل اسقاط وجاب الصورتين وقال لك ده دول توأم وان دول شبه بعض بالظبط وضحك، وقال الله يرحمك يا عمر، الله يرحمك يا عمر. يعني حاجه فعلا تضحك. احنا بنقول لرئيس نادي الزمالك كمل في طريقك كلنا وراك، اذا كان دي تصريحاتك ضد جماهير ناديك احنا بندعمك واحنا وراك واحنا واقفين جنبك، كمل. قول لجماهيرك ما لذ وطاب، اشتمهم بهدلهم ما دام هم ارتضوا ان هم ياكلوا السندوتش اللي بتديهولهم وازازه الكنز او الخياره او المخلل وامهاتهم تتهان، فهنيئا لكم ببعض. وزي ما انت طلعت تصريح وقلت انا وجماهير نادي الزمالك لايقين على بعض، انا القائد، انا رب السفينه، انا اللي ماسك عجله القياده، وهم خلفي وامهاتهم مش عارف فوق دماغي، وتيجي تاني يوم تاني يوم تقول هو امير بيجيب صفقات فاشله، دمك اللي فاشله. بس الجماهير هي ارتضت بكده، هنيئا لكم ببعض. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه عشره. كان معكم اخوكم هاني الشراوي. السلام عليكم.